هروبا إلى حيث تستقر النفس. وقد مللنا المدينة وبتنا نعايش همّا يشكون ونشكوه عن غربة الروح في دنيا من الضجر. حزمنا أمتعتنا ويممنا وجهتنا قاصدين وادي الضباب، حيث امتداد الأرض المخضرة والأجواء الباردة المنعشة ومياه الوادي الغزيرة الدفاقة. إلى الجنوب الغربي من مدينة تعز يقع وادي الضباب، والذي يعد بمثابة الرئة التي تتنفس منها المدينة والمناطق المجاورة. يعتبر وادي الضباب من أهم الأودية الموجودة في محافظة تعز، حيث وقد ذكر هذا وادي الضباب في جانب أودية أخرى مثل وادي تبيشعة ووادي رسيان وغيرها في كتاب صفة جزيرة العرب للمؤرخ الشهير الهمداني في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتبر وادي الضباب في الوقت الحالي من أهم المنتجعات السياحية التي يروح الناس عن أنفسهم في محافظة تعز. يعتبر وادي حنا بمديرية جبل حبشي المنبع الرئيس لمياه هذا الوادي ذي الجريان الموسمي، والذي يتغذى من روافد عدة من مديرية صبر الموادم. روافد هذا الوادي هي من المياه الموسمية، مياه الأمطار، حيث يوجد هناك سائل الطارق التي يأتيها الماء من عدة مصادر من جبل صبر مثل المشرعة وحدنان، وأيضا من العروس تأتي سائل العروس، ومن بني منصور ومن ذي حمادة ونارقة إلى هذا وادي إلى وادي طاروق الذي يمتد إلى وادي تبيشعة ومن ثم إلى باقي الأراضي التي تجاور هذه وادي الضباب. اتخذ أبناء تعز من هذا الوادي وأشجاره النضرة متنفسا لهم، فهو متنزههم الفسيح، يعيشون في ظلاله الوارفة ويشربون من مياهه العذبة الزلال، وهو حديقتهم حيث يقضون فيها وصغارهم مع زقزقة العصافير وتغاريد الطيور أمتع الأوقات، ودون وجود لأي تشويش مما يعكر الصفوة ويكدر الراحة والاستجمام. على أي من مساحتها الخضراء تجد الصغار يلعبون، يسرحون ويمرحون، ويسعدهم فرحاً أن يكون لهم متعة مع الحيوانات الأليفة التي تكثر في الوادي كثيف الغطاء النباتي والعشب. احنا على الضباب نشم هواء، نغير جو، تغيير جو، نرجع للمدينة. لتغيير الجو والمناظر الطبيعية والجميلة، ونقضي الأعياد والإجازات في الضباب، ننام في أحسن المناظر في تعز الضباب والمناظر الخلابة. يمتاز وادي الضباب الذي جاء ذكره على لسان مؤرخين عرب قدامى بخصوبة تربته ما جعله أرضاً ملائمة لزراعة المحاصيل مثل المانجو والباباي والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل النقدية كالبني اليمني الشهير. وهذا الغنى في المحصول جعل وادي الضباب سلة تعز الغذائية. استهوتنا تفاصيل الوادي الذي يعد أحد روافد وادي رسيان الشهير، واستغرقنا الزمن مع مناظر الطبيعة الخلابة ليباغتنا الغروب مدركا مانحا إيانا هو الآخر فرصة للتأمل، ووقت كانت شمسه إلى زوال وقد أقفلنا عائدين.